عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي ومتابعات صفحة قرسي بزون. اليوم حل طاقم الصفحة بدور الطرش بمنطقة حوضرة التابعة ترابيا لجامعة هوارة ولد الحو. اليوم سنعاين حالة إنسانية لأسرة يعاني بعض أبنائها من إعاقة ذهنية. الشابة فدوى البالغة من السن حوالي 28 سنة، والشاب محمد البالغ من السن حوالي 18 سنة. الأخوين فدوى ومحمد يعانيان من إعاقة ذهنية منذ نعومة أظافرهما، كما ترمي والدتهما السيدة ربيعة، كما أن لهما شقيقين آخرين قد توفيا في وقت سابق بنفس المعاناة. في هذا الفيديو نصلكم معاناة أسرة درار في غياب مصدر للماء والكهرباء، كما أنه لا توفر الأسرة على مصاريف علاج ابنيها. تفاصيل أخرى ترويها والدة الأخت فدوى والأخ محمد في الفيديو التالي، تابعونا. أنا عندي الوليدة سبع جوج مراضين، جوج ماتوا قلت الشي وجوج باقيين، وأنا كنتعذب معاهم، أنا كنغسل لهم. هادي عندها الظهر ما كتحنيش، الولد كنديه للرباط، عندي باهم هانت تشوفو عيان تا هو فيه القلب، الجورني ما كاينش. الدواء عندي الفرماسيان كندير معاه الكريدي، راه نوريه لكم الا بغيتو نطلع غدا ونتلاقى بكم نوريه لكم. وما عندي لا ضو، ما عندي لا ما، مكرفصة انا وولادي، العيشة على قد الحال. العيد كنتبع الناس هما كيعيدوا عام الاول، انا ما عيدتش، كنتبعهم حتى كيشريوه لي انا وولادي. كيخنس داك العيد كنرمي حشاكم غير الكلاب، كنسيب لا ثلاجة لا والو. نرمدها المهم انا وياهم عايشة واحد العيشة مكرفصة. هاد الدويرة داروها لي الجواد، ضل كنضل نطلب جواد لميتهم، داروا لي حنيه وداروا لي دايرين لي طوبيه، كل واحد منين جاي، كل واحد منين جمع لي. داروني هنايا هاد البليده ديال با، بيعها لخويا انا، خويا كتبها له باش داويت ولا باش ديت بنتي، ديت ولدي للرباط كان معوق في الكروسه، ودابا كنتبع عند الطبيبه وعندو الماده في الراس طحت له. دابا عنده ديك الماده طاحت له، ودابا راه هو داك الدواء بحال اللي تعالج معاه، دابا حتى كيتمشى لي، ويمكن الا ما دوشتلوش انا ولا ما لبستوش انا شويه كيتنيرفالي كيمشي وكنردو. خصو المهم خصني غندير له خاطره وانا ما عنديش. والمهم هانتوما كتشوفوا الله يرحم الوالدين، جود منكم يغطي، انا ولادي معذبين وانا ما عرفت لا فين نمشي. كنمشي للمندوبيه كيردوني، كيقولوا لي عندك عندهم معاقه ذهنيه، كنمشي للنقد كيردوني، خرجوا عندي ما داروا لي والو. ودابا بغيت كنقود ولادي نمشي ندخل للمحكمه، نشكي على راسي، نقول لهم انا الا ما عندي ثنايا اللي يكون بيا انا وهاد الاولاد، نمشي ندبر كنقول انتحر، ما نبقاش كاع حيه كاع. هاد الاولاد ملي كنكمل لهم الدواء كنعمى، البنت كطيح بالراس كتبقى تكلفط مسكينه 3 ايام يومين عاد كتفيق لي، كتشرب الكنينه هانتوما. المهم هانتوما كتشوفوا الحاله، هانتوما كتشوفوا فيها، والدواء كتشوفوه، الكواغد ديال الرباط كتشوفوهم. انا ما كتبع لكم حتى شي حاجه، وديهم للطبيب اللي كنتبع عنده هو اللي غادي يقول لكم. انا ما طلبت منكم حتى شي حاجه، طلبت منكم تعاونوني في ضوي ولادي، وطلبت منكم الا بغيتوا برحمه الوالدين. اميها راجلي مريض، جورني ما كاينش، هاد المرض هانتوما كتشوفوا فيه. والمهم تعالجوا معايا هاد الدراري، نهار نموت كنخمم نهار نموت كيف كيكون لهم الدراري، شكون اللي غادي يهزهم، شكون اللي غادي يكون بيهم. المهم الله يرحم الوالدين، والوجود منكم يغطي، وسمحوا لي وسمحوا لي وشكرا.